الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 1978، وهذه محاولة منتخب الكولومبي انفراد يمر اللاعب الكولومبي ويحرز أول أهداف المباراة لصالح المنتخب الكولومبي. فالنسيا يتقدم للمنتخب الكولومبي بالهدف الأول. المنافسة الصعود في حالة فوز باراغواي على بيرو بفارق أهداف. هذه محاولة كولومبية خطيرة جدا في الحف الجول. جول كولومبي ثاني، جول كولومبي ثاني في مرمى المنتخب الأرجنتيني، جول كولومبي ثاني في مرمى المنتخب الأرجنتيني. وهذا اللاعب فالنسيا صاحب الهدف الأول يحاول يتقدم فيها، وخطير المنتخب الكولومبي مرة ثانية أيضا، خطيرة جدا الآن أصبحت مقطوعة توصل مرة ثانية إلى ألفاريس يمر، وكرة خطيرة أخرى، الجول، جول، الهدف الثالث للمنتخب الكولومبي، الهدف الثالث. شوف مرة ثانية الفارس يتقدم، الفارس يتقدم وينقل الكرة للأمام تمر يتابعها على طول. كل من في الملعب وآلاف بل ملايين الأرجنتينيين اللي يشوفون فريقهم في هذه اللحظات يتلقى هدف تلو الآخر، وهذا انفراد أيضا، انفراد، جول 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 الرابع لكولومبيا، الرابع لكولومبيا، نتيجة يعني من الفارس هذه المرة، والله جول تلو الآخر في مرمى المنتخب الأرجنتيني، 4 أهداف كولومبية. يعني الجمهور المحايد لا يرضي بطبيعة الحال أن يتساقط الكبار في التغطيات وتصعد كرة صغيرة مغمورة، ولكن الكولومبيين الآن الخامس، الهدف الخامس لكولومبيا، الهدف الخامس للمنتخب الكولومبي. الفوز حلو، 5 أهداف لكولومبيا، والله كبيرة على الأرجنتينيين.